منظمة الصحة العالمية وافقت على دوائين جديدين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، وده ضمن مجموعة من الوسائل المتاحة مع اللقاحات لدرء خطر الإصابة بالعوارض الشديدة والموت من الفيروس. إيه حكاية الأدوية الجديدة دي بالضبط؟ وهل هذه الأدوية للمصابين ولا للوقاية من الإصابة؟ كل ده هنجاوب عليه بالتفصيل مع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، واللي موجود معنا على التليفون. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ ياسر، صباح الخير أستاذ إيمان وكل المشاهدين. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. طبعا ده أكيد خبر مباشر ومهم، الدوايين اللي تم الموافقة عليهم، هل الأدوية دي مختلفة عن الأدوية المتعارف عليها واللي تم الموافقة عليها سابقا؟ تمام، يعني احنا طبعا تم الموافقة على 3 في الشهر اللي فات. احنا كده عندنا 3 أدوية كانت وافق عليهم، سواء من فايزر أو من أسترازينيكا أو من ريجنرون، وحاليا في عندنا دوايين جداد، واحد من جي اس كي واحد من الايدي. الدوايين الجداد مختلفين شوية. احنا حاليا تم الموافقة على السوتروفيماب. السوتروفيماب اللي هو مصنع من جلاكسو سميث كلاين، كان عموما امريكا بتستخدمه من مايو 2021، والمنظمة الصحة العالمية اجازته لسه يدوبك يعني الاسبوع اللي فات ان هو يستخدم للحالات الخفيفة الى متوسطة. طب وايه حكاية السوتروفيماب؟ السوتروفيماب هو بنسميها المونوكلونال انتي بوديز او مضادات اجسام جاهزة. طبعا الجسم عارفين، كنا دايما بنحكي ان بعد التعافي بيبقى عنده مضادات اجسام، فليه ما اقدرش بقى ادي انا شخص اساعده مضادات اجسام جاهزه وهو لسه في الحالات الاوليه من المرض؟ فده بيتاخد في الحالات الاوليه من المرض عشان اساعد الجهاز المناعي بمضادات اجسام جاهزه، خصوصا لو كان الشخص عنده مشكله في المناعه مثلا. يعني طبعا مش كل الناس عندهم الجهاز المناعي بتاعهم قوي. نعم. ناس بياخدوا ادويه عموما بتقلل المناعه، ناس عندهم سكر، ضغط او حاجه زي كده، كل دول يبقوا صالحين ان هو ياخدوا السوتروفيماب. الدواء الثاني اللي توافق عليه هو البارتيتينب. البارتيتينب اصلا دواء يستخدم للروماتيزم المفصلي، يعني اصلا فهو يعاد استخدامه بكوفيد، وتم برضه اجازته من منظمات الصحه العالميه. هو طبعا كعادة كل الأدوية اللي تم إعادة استخدامها لأغراض أخرى من أول الجائحة، البارتيتينب بيستخدم مع مضادات الفيروسات، هو بيستخدم لسه مع الرامدزيفير جوه البروتوكول، وهو طبعا يعني من أشهر الجاك انهبيتورز أو الحاجات اللي بتعمل تظبيط لجهاز المناعة للناس اللي عادة دخل المستشفى. بقى احنا كنا بنتكلم في الأول على الحالات الخفيفة والمتوسطة، هنتكلم على الحالات اللي دخلت مستشفى بالفعل وابتدى يحصل عندها عاصفه السيتوكينات. احنا طبعا عارفين ان اكبر مشكله بتخلي الشخص جوه المستشفى عنده مشكله هو ان السيتوكينز او ان جهاز المناعه يبتدي يدمر الجسم بنفسه. طبعا جهاز المناعه ما بيفرقش اذا كان ده فيروس ولا عضو جوه الجسم، ويبتدي يدمر الاثنين مع بعض. البارتيتينب بيقلل العاصفه اللي بتحصل من العاصفه المناعيه الموجوده في الجسم، فبالتالي بيقلل تدهور الحالات، بيخلي الشخص مثلا لو كان في المستشفى ما يخشش جوه العنايه المركزه، بيحسن الوقت بتاع الريكفري، ان الشخص يقدر يطلع بسرعه من المستشفى، وبيقلل المورتاليتي. يعني المورتاليتي برضو او الوفيات مع البارتيتينب كانت 5% في مقابل ان هي في العادي كانت تبقى 8% في الدراسات اللي اتنكات. طبعا الدوايين دول حاليا تم الموافقه عليهم. انا الحمد لله في مصر تم التعاقد على الثلاث ادويه اللي كنا لسه بنتكلم عليهم. انتوا حضراتكم ذكرتوا في المقدمه نقطه مهمه جدا، طب هل في منها اصلا ادويه للوقايه؟ في دواء منهم هيبقى دواء وقائي مش لقاح، شبه اللقاح شويه، اللي هو الدواء اللي هيبقى موجود من استرازينيكا، وحاليا وزاره الصحه تعاقدت عليه، اللي هو بيبقى مضادات اجسام جاهزه بتتاخد للشخص السليم. يعني الدوايين يا فندم اللي تم الموافقه عليهم دول في حاله الاصابه، الدواء اللي حضرتك بتقول عليه ده للوقايه، ده منتظر ان احنا نشوفه. بالظبط، احنا كده قلنا السوتروفيماب ده للحالات الخفيفه المتوسطه، البارتيتينب للحالات الحاده جوه المستشفى، والدواء لاسترازينيكا اللي هو ده حاليا اللي هيبقى للوقايه لشخص سليم. يا بديل عن اللقاح، نقدر نقول انه بديل عن اللقاح؟ للناس اللي عندهم حساسيه من اللقاح او ما يقدرش ياخد اللقاح او جسمه بيسموه بنيوترلايز اللقاح، يعني اي ما ياخد كل ما ياخد لقاح مضادات الاجسام بتقع من جسمه على طول، ما بيحتفظش بمضادات الاجسام. الثلاث فئات دول هيبقى حاليا برضو عندهم دواء، وده تعاقدت عليه مصر بالفعل، ان شاء الله يبقى موجود في غضون ايام، زائد مضادات الفيروسات الجديده زي الباكسلفيد مثلا اللي من شركه فايزر، اللي برضو مصر تعاقدت عليه يبقى موجود. فاحنا حاليا داخلين
2022 عندنا اختلاف كبير في البروتوكول العلاجي بنتائج احسن باذن الله. نتمنى ان شاء الله نكون السنه دي تبقى بدايه نهايه الجائحه، يعني سواء بدخول اوميكرون اللي هو اضعف نسخه من دلتا، او طبعا بوجود بروتوكولات اقوى ولقاحات اقوى باذن الله. يا ريت. نعم الدكتور اسلام، يعني يمكن هو دي النقطه اللي كنت هسال حضرتك عليها، ان هو كل فتره بيتغير البروتوكول بتاع علاج فيروس كورونا، هل هذه الادويه ان شاء الله هتدرج ضمن بروتوكول علاج كورونا الايام القادمه باذن الله؟ باذن الله، يعني زي ما تم في الادويه اللي لسه ذكرها حالا، يعني من فايزر واسترازينيكا، اول ما مصر كمان تدرس الملف احنا عندنا اليه لتدخيل اي دواء جوه البروتوكول. اول حاجه نكون طبعا مصرح بيه من هيئه الدواء المصريه، بعد كده بيبتدي يناقش من اللجنه نفسها بروفيسور حسام حسني، بعد كده يبقى يتم بعد كده ادراجه في بروتوكول بعد دراسه كل الدراسات الاكلينيكيه، ونتاكد ان حتى جوه مصر استخدامه كان بيدي نتائج مماثله للنتائج اللي موجوده بره عشان يتم ادراجه في البروتوكول. ده بيتم طبعا، كان زمان اي امر زي ده بيتم في غضون شهور، احنا عشان الجائحه البروسيس او الاليات دي بتتم بسرعه شديده طبعا عشان مصلحه المرضى، يعني ما نبقاش بنأخر على المرضى اي دواء ممكن يكون بيحسن من حالتهم او يحسن نسب الشفاء ويقلل طبعا الوفيات. احنا الفتره دي فتره مهمه لان احنا في ذروه اوميكرون حاليا، في اي دواء اي حاجه نقدر ان احنا نساعد بيها المرضى بسرعه هنكون محتاجين ليها طبعا. بلس احنا دايما بناكد الناس لازم اللي ما خدش اللقاح ياخد اللقاح، لان حاليا احنا هنفضل في الذروه بتاعت اوميكرون دي لغايه اول فبراير، هتثبت بعد كده بس الفتره دي صعبه جدا ان الناس كلها لازم تحافظ، والناس كلها محتاجه ترجع تاني تلبس كمامات، التباعد الاجتماعي مهم جدا، نرجع تاني لاحترازاتنا، محدش يحط اعتماد على ان الاوميكرون اخف، لا هو صحيح اخف النص لكن انتشاره اعلى 3 مرات. حسابيا لو حسبناها هتطلع في الاخر تقريبا الارقام واحده مش فارقه كتير، فمحتاجين ان احنا ناخد كل احتياطاتنا الفتره دي كويس جدا. شكرا لحضرتك الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، شكرا لك وصباح الخير.